صح، احنا بابا توفى الله يرحمه عايشك، وعندنا دار. ايوه خلينا دار ملك. تمام. اها وبابا كي كان حي ما عملش ليفري فرونسي، ما خدموش. دركا هو كي مات لازم لنا احنا باه نخدموا ليفري هذا. اي نعم. واحنا الخواتات يعني بكل صراحه في الدار واختي ماناش متفاهمين. تمام. دركا احنا الخواتات وكل سنينا، اخر واحده سميت العام اللي فات عند النوتاره، قعد غير واحد من خونا ما حبش يسني. وخونا هذا مشنا متفاهمين معاه، واحنا حسب من المشاكل اللي صايره في الدار والشيء اللي نشوفوا فيه فهمنا بني قاعد يمشي في طريق اخرى. انا اللي حبيت نفهمه اسكو دركا احنا كي رانا قاعدين نجريو على الاوراق هادو، اسكو هو دركا كيما سني كيما حبش يسني نحبسوا احنا ما نقدروش كيما نقولوا به نكملوا نديروا الوراق نتاعنا، والا كون نحطوها على ايد الشرع. اسكو كي يحب باي اكزومبل يقول انا ما نسنيش اسكو لا سنياتور تاعو هذه تلغى او يسني اجباري، والا نقعدوا كيما هكا باسكو احنا مع الوقت راح نحطوا العقار هذا او الدار هذا افتدى للبيع، كل واحد يدي قسمته. على العلم اني يما راهي حيه يعني وراي هي اللي راهي موافقه الشيء هذا كله. واضح السؤال. شكرا على اتصالك، شكرا لك على تلقائي الإجابة. الله يسلمك أختي الكريمة. شوفي أول شيء الدفتر العقاري ما راهوش وثيقة اللي لازم تخدموه، لأنه عندها بزاف إجراءات ونتأكدوا هل المنطقة هذه جاز عليها مسح الأراضي تمسحت أم لا، ففي إجراءات. أنتم الوثيقة اللي راكوا بصدد إعدادها هي وثيقة نقل الملكية عن طريق الموثق، أنكم تنقلوا الملكية نتاعكم من المورث نتاعكم الوالد نتاعكم ربي يرحمه ليكم أنتم، يعني تكون عندكم شهادة نقل الملكية أو شهادة توثيقية اللي اسمها القانون بهذه الصيغة هذه الشهادة التوثيقية. الآن إذا كان واحد من الورثة رفض أنه يمضي على نقل الملكية، هذا لا يعني أنكم ما راكوش الكل ملاك عن طريق الورث لهذا العقار هذا من ناحية القانونية. يبقى أنه هذه الوثيقة لا يمكن للموثق أنه يدير إجراءاتها ويتمم إجراءاتها إلا بإتمام إمضاء كل الورثة. لأن إذا مصرين أنكم تعملوا هذه الوثيقة وتكملوها يبقى أمامكم الذهاب إلى القضاء لنقل الملكية من المورث نتاعكم إلى إما بإلزامه أنه يمضي أو أنه تطلبوا عن طريق المحامي نتاعكم أنه هذا الحكم اللي يصدر عن طريق القضاء يعتبر هو العقد الناقل للملكية. أوكي. لأنه القضاء ما راحش نبقوا حابسين أمام الناس اللي تتعنت في قراراتها وترفض. يقدروا يبيعوا به العقار؟ أكيد أكيد أكيد. ويكون عنده هو حق، لكن العقار إذا ما كانوش متفقين على البيع راح يلجؤوا للمحكمة. ايه. باش المحكمة هي اللي تحكم. ويدي حقه عادي معاهم. ويدي حقه وفق الفريضة. يعني. والكل يدي حقه عادي.